خلينا نكمل شرح الترانزستور. طبعا احنا كنا قلنا ان الترانزستور ليه كومن كونفيجريشنز، بيفضل ان الترانزستور يتوصل في الدايره بالتوصيلات دي. من ضمن الكومن كونفيجريشنز دي الفيكسد بايس والاميتر بايس والفولتج ديفايدر والكوليكتور فيدباك. طبعا احنا شرحنا الفيكسد بايس والاميتر بايس، هنشرح المره دي الفولتج ديفايدر والكوليكتور فيدباك. الكوليكتور فيدباك بيكون فيه عندي في الترانزستور متوصل في الدايره، بحيث يكون فيه ار سي، بحيث يكون فيه الكوليكتور متوصل بريزيستنس والاميتر متوصل بريزيستنس والبيز برضو متوصل بريزيستنس، بس البيز متوصل برضو بالنقطه اللي اسمها في سي. تمام، ده كونفيجريشن. فيبقى في الكونفيجريشن ده في ريزيستنس كونكتد بالبيز وفي ريزيستنس كونكتد بالاميتر وفي والبيز ريزيستنس كونكتد بالفي سي بوينت. تمام، طب انا هلاحظ ان في كل الكونفيجريشنز اللي هنتكلم عنها في ار سي موجوده عند الكوليكتور. الفيكسد بايس في ار سي والاميتر بايس في ار سي والكوليكتور فيدباك وكذلك الفولتج ديفايدر. الأربع كونفيجريشنز فيهم ار سي، عشان كده احنا مش بنكتبها، بس يعني دي المفروض تتكتب يعني. طيب بالنسبة للكونفيجريشن ده، لو احنا عايزين نعمل له اناليسيس، بحيث لو عايزين نعمل اناليسيس الكونفيجريشن ده بحيث ان احنا نطبق كي في ال في الاوتر لوب في الانبوت لوب، ونعمل كي في ال في اللوب بتاع الاوتبوت. لو عايزين نطبق الكي في ال في اللوب الاولانيه ومشينا مع عقارب الساعة، هنلاقي ان انا معايا سالب في سي سي زائد اي سي ار سي زائد اي بي ار بي زائد في بي اي زائد اي اي ار اي. تمام، لو انا مشيت كده، دي اللوب بتاع الانبوت كده، فيها الاي سي ار سي نازل السهم بتاعته نازل لتحت، والاي بيز ماشي مع في نفس الاتجاه اي اي ار اي، وبعد كده زائد الفي بي اي زائد الاي ار اي، كله في نفس الاتجاه باختلاف الفي سي اي. الفي سي اي لو جبته كده هلاقي ان انا سالب في سي سي. تمام، الايكويشن اللي قلنا عليها هنلاقي في سي سي ماينس اي سي ار ماينس اي ار سي ماينس اي بي ار بي ماينس في بي اي زائد اي اي ار اي. خلينا بس ناخد بالنا ان في الكونفيجريشن ده الكرنت اللي ماشي في الار سي اسمه اي مش ار سي. الاي سي هي اللي متوصله ما بين الفي سي للترانزستور. تمام، وطبعا هنا الكرنت اللي ماشي في البيز هو اسمه اي بي، يبقى الاي بيساوي اي سي زائد اي بي. تمام، في الكونفيجريشن ده الاي مش هي يعني الكرنت اللي ماشي في الار سي مش اسمه اي سي، الاي سي هي اللي معديه من عند الفي سي للفي سي اي. تمام، وطبعا الكرنت اللي ماشي في البيز اسمه اي بي، يبقى الاي بيساوي اي سي زائد اي بي. طيب بعد ما كتبت اللوب بعد ما كتبت الكي في ال في اللوب الاولانيه، هلاحظ ان الايكويشن فيها كذا اي، في اي وفي اي بيز وفي اي اي. انا في كل الكونفيجريشنز بحاول اخلي في اللوب الاولانيه الكرنت الايكويشن كلها فيها اي بي. تمام، فور سمبليفيكيشن يعني. فالاي شيل الاي وحط بدلها اي سي زائد اي بي، والاي اي اسيبها زي ما هي. تمام، طيب في رول احنا عارفينها، وهي ان الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي بي. تمام، والاي سي اصلا بيساوي بيتا اي بي، يبقى الاي اي بيساوي لو خدت البيتا هنا عامل الاي بيز عامل مشترك، هيبقى بيساوي بيتا بلس 1 اي اي. تمام، يبقى في الاول خالص احنا بنبدا نطبق الكي في ال في اللوب الاولانيه. طبقناه، هنحاول نبسط الريزلت اللي طلعت لي او الايكويشن اللي طلعت لي بحيث تبقى كلها فيها اي بيز بس. عندي هنا اي وعندي هنا اي بيز وعندي هنا اي اي. تمام، فنحاول نتخلص من الاي، هنلاقي ان الكرنت اللي بيعدي في الار سي اصلا عباره عن اي سي زائد اي بي. تمام، فهنشيل كده الاي وهنبقى عباره عن اي سي زائد اي بي، وهنسيب الاي اي زي ما هي. طيب عايزين برضو ان احنا نبسط اكتر بحيث ان احنا نقرب من ان احنا نخلي الايكويشن كلها تبقى فيها اي بيز. طبعا لو هنلاحظ هنلاقي ان الاي سي الاي اي بيساوي الاي سي زائد اي بي. تمام، يعني انا ممكن اشيل الاي سي زائد الاي بي واحط بدلها اي اي. تمام، وطبعا الاي اي اصلا بيساوي بيتا بلس 1 اي بي. يبقى ايه؟ يبقى الاي كل اي اي هتبقى موجوده
مبدئيا هخلي الاي سي زائد الاي بي بيساوي الاي اي، تمام؟ هيبقى الايكويشن بتاعتي عباره عن في سي سي ماينس اي اي ار سي ماينس اي بي ار بي ماينس في بي اي ماينس اي اي ار اي، تبقى الايكويشن كلها فيها اي اي، اي اي هنا واي اي هنا واي بيز هنا. هشيل الاي اي اللي هنا والاي اي اللي هنا واحط بدلها بيتا بلس 1 اي بي، يبقى معايا في سي سي ماينس بيتا بلس 1 بيتا بلس 1 اي بي ار سي ماينس اي بي ار بي ماينس في بي اي ماينس بيتا بلس 1 اي بي ار اي، تمام؟ هيبقى لو دلوقتي عندي ترم في اي بيز وفي هنا ترم في اي بيز وفي ترم كمان في اي بيز، لو خدت الاي بيز عامل مشترك من دول كلهم هيبقى معايا البي سي سي ماينس الاي بيز مضروبه في البيتا بلس 1 في الار سي زائد الار اي زائد يعني زائد الار بيز ماينس في بي بي يساوي زيرو، تمام؟ يبقى اول حاجه بجيب الكي في ال، وبعد كده كل الكرنت بحاول اخليه ان ترمز في الاي بيز، مش هعرف اخليها على طول، هحاول اول حاجه اخلي الاي تبقى اي سي بلس اي بي، وبعد كده اخلي الاي سي اي بي بيساوي اي اي، فيبقى عندي هنا اي اي وهنا عندي اي اي، احول كل الاي اي لبيتا بلس 1 اي لبيتا بلس 1 اي بي، تمام؟ وبعد كده هاخد الاي بيز عامل مشترك من الايكويشن دي، فهيبقى في الاخر هينتج لي ان الفي سي سي ماينس اي بيز في البيتا بلس 1 اي سي ار اي ار سي ار اي بلس ار بيز ماينس في بي اي بيساوي زيرو، وطبعا هجيب الاي بيز لوحده في طرف، يبقى الاي بيز بيساوي بي سي سي ماينس في بي اي على ار بيز زائد بيتا بلس 1 مضروبه في الار سي زائد الار اي، ولو عايز اجيب الاي سي لوحدها فالاي سي لوحدها بتساوي البيتا مضروبه في الترم ده كله، فيبقى الاي سي بيساوي بيتا مضروبه في الفي سي سي ماينس في بي اي على الار بيز زائد بيتا بلس 1 ار اي زائد ار سي، تمام؟ ده لو انا عايز اعمل اناليسيس للكوليكتور فيدباك واشوف في الاخر الاي سي ممكن تتجاب ازاي او الايكويشن بتاعته عامله ازاي والاي بيز الايكويشن بتاعته بتساوي ايه. طيب لو عايز اطبق كي فيل في اللوب الثانيه، انا كان عندي في اللوب دي عندي في سي سي وعندي ار اي عندي ار سي وعندي في سي اي واي اي ار اي، يعني اللوب دي فيها واحد اثنين كذا فولت، الفولت اللي عند الفي سي سي والفولت اللي عند الار اي والفولت الفي سي اي والفولت الاي اي اللي عند الار اي، تمام؟ فخلينا اجمع كل الفولتجز دي اسيومنج ان انا ماشيه مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه، تمام؟ لو مشيت عكس عقارب الساعه هيبقى معايا ماينس في سي سي زائد اي سي ار سي زائد اي سي اي ار سي اي زائد في سي اي زائد اي اي ار اي، تمام؟ في سي سي ماينس اي ار سي، الاي هيشيلها هتفضلها ار اي سي بلس اي بي، اللوب تاني اللوب ماينس في سي سي زائد اي الكرنت اللي بيعدي هنا في الريزيستنس دي اي، يبقى اي ار سي زائد في سي اي زائد اي اي ار اي 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 ار اي في سي اي اي ار سي وماينس في سي سي. طبعا اتفقنا ان الايكويشن اللي انا قلتها دي لو عكست كل الاشارات فهي ايكويشن بتساويها عادي، تمام؟ طبعا الايكويشن اللي انا قلتها فيها ان الاي مضروبه في الار سي، هعوض عن الاي بالاي سي بلس اي بي وهحط في المعادله عادي، تمام؟ بعد كده هشيل الاي سي بلس اي بي واحط بدلها اي اي، يبقى معايا في سي سي ماينس اي اي ار سي ماينس في سي اي ماينس اي اي ار اي، تمام؟ هحاول اخد الاي اي عامل مشترك من التو تيرمز دول، فيبقى عندي في سي سي ماينس اي اي مضروبه في الار سي زائد ار اي ماينس في سي اي بيساوي زيرو. طيب احنا دلوقتي في رول احنا عارفينها ان الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي بيز، وفي كل المسائل اللي احنا حليناها ودي جنرال انفورميشن دايما الاي بيز بيكون فيري سمول فاليو، والاي اي تقريبا بيساوي الاي سي، يعني لو الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي بي والاي بيز فيري سمول ده معناه ان الاي اي تقريبا بيساوي الاي سي، فاحنا ممكن في الترم ده كله نشيل كل اي اي ونحط بداله اي سي، يبقى معايا بي سي سي ماينس اي سي مضروبه في الار اي زائد ار سي زائد ار اي ماينس بي سي اي بيساوي زيرو. وطبعا لو عايز اجيب الفي سي اي لوحدها في ترم اللي في طرف الفي سي اي هتساوي في سي سي ماينس اي سي مضروبه في ار سي زائد ار اي، تمام؟ دي الاناليسيس بتاع الكيف ال في اللوب الثاني.
طيب لو جالي مثال زي كده وكان عايز طالب مني مديني جيفنز، مديني الكوليكتور يعني الترانزستور موجود في الكوليكتور فيدباك، ومديني حاجات كانبوت وجيفن، وطالب مني الاي بيز والاي سي والفي سي، اعمل ايه؟ طبعا الاول اليست كل الجيفن اللي عندي، هو مديني الفي سي سي ب 16، ومديني الار سي، ومديني الار بيز، ومديني الار اي، وطبعا مديني البيتا ب 120. لو انا عايز اجيب الاي بيز، الاي بيز طالما عايز اجيب الاي بيز يبقى انا هشتغل على اللوب الاولانيه. اللوب الاولانيه كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي ان الاي بيز بيساوي الفي سي سي ماينس في بي اي على الار بيز زائد بيتا بلس 1 مضروبه في الار سي زائد ار اي. هعوض بالكورسبوندنج فاليوز الفي سي سي ماينس في بي اي اللي هي 16 ناقص 7 من 10 على الار بيز زائد الار اي زائد الار اي زائد الار سي مضروبه طبعا في البيتا بلس 1. تمام، في الاخر الاي بيز هيطلع ب 15.8 مايكرو امبير. بعد كده طبعا هو طالب مني الاي سي، الاي سي بيساوي بيتا اي بي. البيتا جيفن والاي بيز انا لسه جايباها، فهضرب ال 120 مضروبه في الاي بيز اللي انا جبتها، هيطلع لي الاي سي ب 1.8 من 10 مايكرو ملي امبير. تمام، بعد كده هو طالب مني الفي سي. طيب لو هو عايز الفي سي ممكن اجيب الفي سي ازاي؟ طبعا هو في كذا طريقه، بس اقرب طريقه دلوقتي لان انا ما جبتش لسه الفي سي اي، اقرب طريقه وانا ممكن اجيب الكرنت اللي ماشي في البرانش ده. الكرنت اللي ماشي في البرانش ده عباره عن في سي سي ماينس في سي على 3.6 كيلو. الكرنت اللي ماشي هنا عباره عن الكرنت اللي ماشي هنا عبارة عن 16 ناقص في سي، 16 ناقص في سي على 3.6 من 10 كيلو، هيديني في الآخر الكرنت اللي هنا. تمام، بعد كده هعوض في الآخر هيطلع لي قيمة الفي سي، الفي سي هتطلع 9.2 من 10. طيب بالنسبة للفولتج ديفايدر كونفيجريشن، الفولتج ديفايدر كونفيجريشن احنا طبعا اتفقنا ان كل الاربعه كونفيجريشنز اللي احنا هناخدها فيها ار سي، الكوليكتور متوصل بار سي والاميتر متوصل بار اي. ده الكونفيجريشن الوحيد اللي ما فيهوش ريزيستنس عند البيز. طبعا كان الفيكسد بايس فيه ار بيز، والاميتر بايس فيه ار بيز، والكوليكتور فيدباك كان فيه ار بيز، كلهم فيهم ار بيز وكلهم فيهم ار سي. تمام، الاختلاف ان الار اميتر، انا بتكلم جنرالي مش على الكونفيجريشن ده، الاختلاف ان الار اي موجوده في كل الكونفيجريشن ما عدا الفيكسد بايز، والار بيز موجوده في كل الكونفيجريشن ما عدا الفولتج ديفايدر. تمام، والار سي موجوده في الاربعه كونفيجريشن. طيب ده بالنسبه للفولتج ديفايدر كونفيجريشن بيقول ايه؟ بيقول ان انت عند الكوليكتور في ار سي، وعند الاميتر في ار اي، وعند البيز في مقاومه متوصله ما بين الفي بي النقطه البيز والجراوند، وفي برضو من عند الفي بيز للفي سي سي في مقاومه ثانيه اسمها ار 1، يبقى عندي مقاومتين متوصلين. تمام، طبعا واضح ان الشكل ده شكل مش كومن، يعني شكل مش معروف او مش هقدر، مش سهل عليا ان انا ارجعه لكونفيجريشن زي ما احنا متعودين، يعني نخليه في اثنين لوب. فنعمل طبعا خطوات واحدة واحدة كده بحيث ان احنا نخليه في تو لوبس. اول حاجة ممكن نعملها ايه؟ احنا طبعا ممكن نحول اللوب اللي بره دي للشكل ده، بحيث اللوب دي عبارة عن ايه؟ هو هنا مش بيقول لي ان ما بين الاوتر لوب وما بين الانر لوب في سي سي، يعني في اتنين في سي سي. اخلي الفي سي سي بتاع اللوب دي لوحدها، واخلي الفي سي سي بتاع اللوب الثانية، يعني هخلي اتنين في سي سي، ده اولا. والفي سي سي دي مش متوصله بار 1؟ ايوه يبقى متوصله بار 1. والار 1 مش متوصله بار 2؟ ايوه متوصله بار 2، بس هي مش متوصله معاها سيريز، دي متوصله معاها بارل، لان بعد كده في هنا البرانش بتاع الاي بيز. تمام، فالكونفيجريشن ده احنا هنحوله للشكل ده. تمام، هو ده ايكوال لده، بس احنا بس ايه يعني حولناه لحاجه سهله ان احنا نعمل لها ترانسليشن. طيب في حاجة تانية احنا هنعملها،
وهو ان الجزء ده كله، الجزء ده اللي فيه R1 R2 VCC ممكن اشيله، يعني اخده كده على جنب واجيب الايكوفلنت ليه. وطبعا الايكوفلنت ده هيبقى 7 سيركت. الايكوفلنت ليه هتبقى عبارة عن مقاومة واحدة بس R7، والفي سورس هيبقى سورس واحد بس اسمه VCC. واحط في الاخر السيركت الايكوفلنت دي هحطها هنا. لما هحطها هنا هيبقى الاميتر البيز متوصل بمقاومه اسمها ار بيز، او يعني كانها ار بيز. تمام. طيب خلينا نشوف الحاجه دي بالتفصيل. احنا اولا الكونفيجريشن ده حولناه للشكل ده، تمام. بعد كده عايزين نحول الشكل ده لان الاميتر ان البيز يكون متوصل بمقاومه واحده بس. عندي نفس الشكل اهو، هاخد الجزء ده، اخد الجزء ده على جنب فوق هنا، واحاول اطبق عليه ال7 سيرا بحيث يبقى عندي R7 وV7. وبعد كده اللي ينتج لي هبدا احطه هنا في السيركت مكانه. هتبقى في السيركت دي في الاخر عامله ايه؟ عباره عن الاي بيس متوصل بمقاومه. يبقى كده وصلت للايه؟ الاميتر بايز. وصلت للكونفيجريشن اللي هو اميتر بايز، تمام. يبقى الفولتج ديفايدر بعد ما بسطه هيبقى اميتر بايز، بس الار بيز مش هتبقى اسمها ار بيز، اسمها هتبقى اسمها R7، تمام كده. طيب نجيب بقى الفي 7 ازاي والار 7. ببساطه لو انا عندي سيركت بالمنظر ده، وجيت قلت لك ان الاي والبي موجودين هنا، تمام، وعايز اجيب ال 7 او ال 7 سيركت للسيركت دي، بنعمل ايه؟ لو انت عايز تجيب الفي 7 بتخلي الاي والبي اوبن سيركت، تمام، بتخلي الاي والبي اوبن سيركت، يبقى الفي 7 بتساوي الفي اي بي بتساوي الفي عند R2. خلاص كده. يبقى الفي 7 بيساوي الفي عند R2. الفي عند R2 ممكن اجيبها ازاي؟ اجيبها من خلال الفولتج ديفيجن اللي هي R2 مضروبه في الفي سي سي على R1 زائد R2. طبعا بفرض ان الدنيا دي هنا اوبن سيركت، يبقى R1 سيريز مع R2. تاني، انا عايزه احول السيركت دي بحيث تبقى مبسطه، ان انا الاي بيس تبقى متوصل بمقاومه واحده بس، تمام. فعشان اعمل حاجه زي كده باخد الجزء اللي هو فيه R1 وR2 ده باخده على جنب كده واطبق عليه 7 سيرم. وبعد ما اطبق عليه 7 سيرم ابدا احطه تاني في الدايره، بس احط بداله ايه؟ بدل R1 وR2 احط بدل R7، وبدل الفي سي سي احط V7، تمام. طيب اجيب R7 ازاي واجيب V7 ازاي؟ اتفقنا طبعا ان انا لو عندي سيركت بالمنظر ده وكان عندي الاي والبي موجودين هنا، لو عايز اجيب الفي 7 اخلي الاي والبي اوبن سيركت، وتبقى الفي 7 بيساوي الفي عند الاي والبي بيساوي طبعا بالنسبه للسيركت دي بيساوي في R2. بجيب الفي عند المقاومه 2 ازاي؟ الفي 7 بيساوي الفي عند R2، والفي عند R2 بالفولتج ديفيجن بيساوي الفي سي سي مضروبه في R2 على R1 زائد R2، تمام. الفي 7 بيساوي في سي سي مضروبه في R2 على R1 زائد R2، تمام. طبعا ممكن نحل نجيب الفي 7 باي طريقه، بس في الاخر هتبقى الرول دي، الفي سي سي هتساوي الفي 7 هتساوي R2 مضروبه في الفي سي سي على R1 زائد R2. طيب كده انا جبت الفي 7. طب لو انا عايز اجيب للسيركت دي R7 بعمل ايه؟ بخلي الاي والبي شورت سيركت، وباسيوم ان الاي والبي هي السورس بتاعي، تمام، وبدي اكتيفيت الفولتج سورس، بخلي السلك ده شورت سيركت. يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي الاي والبي بارلل مع بعض، الار 1 والار 2 بارلل مع بعض، صح كده. يبقى الار 7 الار ايكوفلنت للسيركت دي عباره عن ار 1 بارلل مع ار 2 اللي هي ار 1 مضروبه في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. خلاص. فانا لما يجي لي كونفيجريشن بالمنظر ده، مساله بالمنظر ده عندي ار 1 وار 2 وعايز اجيب الار 7، الار 7 بتساوي ضربهم على جمعهم. طيب بفرض ان انا في الاخر جبت الار 7 وجبت الفي 7، هبدا احط قيمه الار 7 هنا وهحط قيمه الفي الار 7 هنا، الار 7 هنا والفي 7 هنا، هينتج لي في الاخر الكونفيجريشن ده. هنلاحظ ان الكونفيجريشن ده هو نفس الكونفيجريشن بتاع الاميتر بايز. يعني لو فاكرين الايكويشن بتاع الاميتر بايز بتاع اللوب الاولانيه واللوب الثانيه، بتحطها زي ما هي بالظبط، بس الاختلاف ان انت لما بيجي لك ار بيز تحط بدلها في 7، لما بيجي لك في سي سي في اللوب الاولانيه بتحط بدلها في 7، تمام. لو ما يعني لو انت مش هتعرف تجيب الايكويشنز كلها يعني مره واحده وتحطها زي ما هي، فلو عايزين نعمل اناليسيس للسيركت هنحول السيركت دي للسيركت دي. طبعا زي ما عملنا في الاميتر بايز، عندي مقاومه عند البيز فوصلتها هنا،
وعندي مقاومه وعندي فولتج سورس هحطه هنا، وهتبقى دي اللوب بتاع الانبوت لوب، ودي اللوب الاوتبوت. فخلينا نعمل اناليسيس او نطبق الكي في ال على اللوب دي. لو انا همشي مع عقارب الساعه في اللوب، همشي مع عقارب الساعه، هيبقى عندي اي بي ار 7 مضروبه في سوري الاي بيس مضروبه في الار 7 زائد في بي اي زائد اي اي ار اي ماينس في 7. تاني لو انا همشي كده يعني همشي مع عقارب الساعه، هيبقى عندي اي 7 اي الار 7 في الاي زائد في بي اي زائد اي اي ار اي ماينس في 7 بيساوي 0. تمام، دي الايكويشن اللي هتجيلي هنا. طبعا اتفقنا طبعا ان انا يعني انا اسهل لي لما باجي اشرح ان انا امشي مع عقارب الساعه، عندي بمشي مع اتجاه الكرنت للاي بيس، وامشي في اتجاه الكرنت للفي بي اي، وامشي في اتجاه الكرنت اللي هو الاي بي الاي اي، اتجاه الكرنت ده كل واحد فبمشي معاه. طبعا هيبقى الاختلاف بس في الفي سي. تمام، وانا طبعا بمشي في اتجاه الكرنت او بمشي في الاتجاه ده كله، في الاخر بتبقى ماينس في سي سي. طيب بالنسبه للوب الاولانيه زي ما اتفقنا، او انا زي ما انا لسه قايل، هيبقى معايا الفي 7 ماينس اي بيس ار ار 7 ماينس في بي اي ماينس اي اي ار اي بيساوي 0. طيب طبعا اتفقنا ان احنا واحنا بنعمل اناليسيس بنحاول نخلي الايكويشن دي كلها انترمز في الاي بيس بس. احنا ممكن نخليها انترمز في اي حاجه، بس احنا يعني عشان الاي بيس هو له علاقه بالاي سي فبنبسطها للاي بيز. يبقى عندي في 7 ماينس اي بيز مش هتتغير ماينس في بي اي، والاي اي هي اللي هتشال، واحط بدلها حاجه انترمز اوف الاي بيز اللي هي بيتا بلس 1 اي بي اللي احنا جبناها قبل كده. يبقى الكويشن هيتحول لفي 7 ماينس اي بيز ار 7 ماينس في بي اي ماينس ار ماينس بيتا بلس 1 مضروبه في الاي بيز ار اي بيساوي 0. احاول اجيب الاي بيز لوحده في طرف، فالاي بيز بتساوي الفي 7 ماينس في بي اي على البيتا بلس 1 اي ار اي زائد ار 7. تمام، وطبعا لو عايز اجيب الاي 7 الاي 7 بيساوي بيتا اي بي، يبقى البيتا مضروبه في الترم ده كله اللي هو بيتا بالفي 7 ماينس في بي اي على ار 7 بلس بيتا بلس 1 ار اي. طيب لو عايز اطبق الكي في ال في اللوب دي، همشي مع اتجاه الكرنت اللي في البرانش ده، وفي الاخر يبقى عندي ماينس في سي سي بس. فيبقى عندي الاي سي ار سي والفي سي اي والاي اي ار اي، وبعد كده الفي سي سي. كل ده يعني يا اما كله يبقى بوزيتيف والفي سي سالب، يا اما الفي سي سي يبقى موجب وكله سالب، فيعني 2 1. طيب هنلاحظ برضو ان الايكويشن دي كلها فيها اي سي وفيها اي اي. هنا بخلي الايكويشن انترمز في الاي بيس، وهنا بخلي الايكويشن انترمز في الاي سي. يبقى عندي في سي سي ماينس اي سي ار سي ماينس في سي اي ناقص الاي اي بتساوي تقريبا الاي سي، فهشيل الاي اي واحط بدلها اي سي. هيبقى عندي الاي سي موجوده في الترم ده والاي سي موجوده في الترم ده، خد الاي سي عامل مشترك، هيبقى لي ار سي وار اي. يبقى الايكويشن هيتحول لفي سي سي ماينس اي سي مضروبه في الار سي زائد ار اي ماينس في سي اي بيساوي 0. تمام، لو هجيب الفي سي اي لوحدها في طرف، يبقى الفي سي اي بتساوي ال في سي سي ماينس اي سي مضروبه في الار سي زائد ار اي. طيب لو جالي كونفيجريشن بالمنظر ده، احل الكونفيجريشن ده ازاي؟ هو طبعا جايب لي كونفيجريشن ترانزستور متوصل فولتج ديفايدر، ومديني طبعا الار سي، ومديني الار اي، ومديني الار بيس، او هنا الار 2 وعايز الار 1، ومديني الاي بيس، ومديني الفي سي، وعايز الفي اي والبيتا بمية. تمام، الحاجات اللي هو طالبها الاي سي والفي اي والفي سي سي والفي سي اي والفي بي والار 1. طيب لو احنا عايزين نجيب، طبعا دي الحاجات الجيفن، وهو عايز اول حاجه عايز يجيب الاي سي. طالما هو عايز يعني هو لو كان عايز الاي بيز همشي في الكويشن بتاع اللوب الاولاني، لكن هو عايز الاي سي بشوف هل انا معايا الاي بيز؟ يبقى خلاص هضرب البيتا في الاي بيز، يبقى الاي سي بيساوي بيتا اي بيز. يبقى هتساوي 100 مضروبه في ال 20 مايكرو هتساوي 2 ملي امبير، دي الاي سي. طيب بعد كده هو عايز الفي اي، هو عايز الفي اي.
اجيب ال في، ممكن اجيب ال في اي من خلال من خلال ان انا اجيب الكرنت اللي ماشي في البرانش ده. الكرنت اللي ماشي في البرانش ده عباره عن ايه؟ عباره عن في اي ماينس 0 على 1 و2، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاي اي. يبقى دي عباره عن ايكويشن من تو فاريبل، الاي اي والفي اي. تاني الكرنت اللي ماشي في الفرع ده اسمه اي اي، الاي اي بيساوي في اي ناقص 0 على 1 و2 كيلو. يبقى دي ايكويشن فيه متغيرين فيها الاي اي والفي اي. عشان اجيب الفي اي لازم اجيب الاي اي الاول. طيب فالمفروض ان انا عارفه ان الاي اي اصلا بيساوي الاي سي زائد الاي بيز، والاي سي والاي بيز عندي جيفن، فهجمعهم على بعض هيديني 2.2 من 100 ملي امبير. يبقى ده الاي اي. احط طبعا الاي اي في الايكويشن اللي لسه قايلاها، هيديني الفي اي بيساوي 2.4 فولت. تمام. طيب بعد كده هو عايز الفي سي سي. الفي سي سي ممكن اجيبها من خلال الكرنت اللي ماشي في البرانش ده، بحيث ان الكرنت اللي ماشي في البرانش ده عباره عن في سي سي ماينس 10 و6 على 2 و7، كل ده بيساوي الاي سي. يبقى اي سي بيساوي في سي سي ماينس 10 و6 على 2 و7 كيلو. تاني الكرنت اللي ماشي في البرانش ده عباره عن اي سي بيساوي في سي سي ماينس 10 و6 على 2 و7 كيلو. طبعا الايكويشن دي فيها الفي سي اللي هي 10 و6 عادي، ومع عندنا الار سي 2 و7، وعندنا الاي سي بالقيمه اللي جبناها، والفي سي سي هتبقى معادله متغير واحد. هنجيب الفي سي، نجيب الفي سي سي. تمام. الفي سي سي هيطلع ب 16. طيب لو هو عايز الفي سي اي، طبعا الفي سي اي انا ممكن اجيبها بالكويشن بتاع الفي سي اي بتاع اللوب الثانيه، ولكن لو ركزنا هنلاقي ان انا اصلا عندي الفي سي ولسه طالب مني الفي اي. فالفي سي اي بيساوي الفي سي ناقص في اي، القيمه اللي انا جبتها اللي هي 10 و6 ناقص الفي اي على طول هتساوي 2 و4. تمام. هتساوي سوري 8 و18 من 100. طيب بعد كده هو عايز الفي بي. طيب مش انا اصلا عارفه ان الفي بي اي ب7 من 10؟ ايوه. طب والفي اي انا لسه جايباها، يبقى الفي بي اي بيساوي الفي بي ماينس الفي بي. الفي بي اي بيساوي الفي بي ماينس الفي اي، والفي بي ب7 من 10 يبقى عندي 7 من 10 بيساوي الفي بي ناقص قيمه الفي اي بمعادله متغير واحد اللي هو الفي بيز، لان انا عندي الفي اي. تاني ال يعني الفي بي اي بيساوي الفي بي ماينس في اي، بالتالي هتبقى الفي بي لوحدها بتساوي الفي اي زائد في بي اي. اعوض طبعا هيطلع لي الفي بي ب 3 و12. بعد كده هو عايز الار 1. الار 1 لحظة واحدة. الكرنت اللي ماشي في الار 1 بيساوي اي بيز زائد الكرنت اللي ماشي في ار 2. تمام. اي ار 1 بيساوي اي بيز زائد اي ار 2. تمام. هو اصلا عايز ار 1، فانا هجيب الكرنت، انا هشتغل على معادله ان الكرنت اللي ماشي في ار 1 بيساوي الاي بيز زائد الكرنت اللي موجود في ار 2. طيب طبعا دي الايكويشن. الاي بيز، الاي بيز انا عارفه قيمته، والاي ار 2 عباره عن 3 و12 على قيمه المقاومه اللي هي ار 2 اللي هي ب 8 و8. خلاص. طبعا 3 و12 دي اللي هي الفي بي. ليه الفي بي؟ لان الكرنت اللي ماشي، الكرنت اللي ماشي في ار 2 عباره عن الفي بي ناقص 0، الفي بي ناقص 0 على ار 2. الكرنت اللي ماشي في ار 2 عباره عن في بي ناقص 0 على ار 2، هيبقى عندي في بي على ار 2 على طول. ده الاي ار 2. يبقى انا كده عشان اجيب الكرنت اللي ماشي في ار 1 عباره عن الاي ار 2 زائد اي بيز، فهجيب الاي ار 2 زائد الاي بيز هيطلع لي ب 400 مايكرو امبير.
طيب دلوقتي انا عرفت قيمه الكرنت اللي موجود في R1، هقدر اجيب R1؟ ايوه، لان R1 بتساوي في سي سي ماينس في بي على اي R1. الكرنت اللي ماشي في R1 كرول يعني عباره عن في سي سي ماينس في بي على R1. اي R1 بيساوي في سي سي ماينس في بي على R1. طبعا انا دلوقتي بالرول اللي لسه جايباها جبت الاي الكرنت اللي ماشي في البرانش هنا، والفي سي سي عندي والفي بي عندي، فتبقى معادله متغير واحد اللي هو R1. اقدر اجيب R1 بعد ما اعوض في كل حاجه، يبقى معايا الفي سي سي ومعايا الفي بي ومعايا الاي R1. هجيب بعد كده R1 يطلع ب 32 و16 كيلو او. تمام، ده بالنسبه للكونفيجريشن ده. فتاني دي اربعه كونفيجريشن مشهورين. لما الترانزستور بتوصل في الكونفيجريشنز ده بنقدر بنبقى احنا قريبين من ان احنا نخلي الترانزستور موجود او بيرمين في الاكتف مود. الكونفيجريشنز كلها فيها ار سي، الكونفيجريشنز كلها فيها ار بيز، فيها اي بيز ما عدا الفولتج ديفايدر، الكونفيجريشنز كلها فيها اي اميتر ما عدا الفيكسد بايز. الفولتج ديفايدر بضطر ان انا استعمل الستيفنن سيرم عشان خاطر احول الار 1 والار 2 اللي تبقى مقاومه واحده بس، والفولتج ديفايدر بعد ما بسطته بيكون هو الاميتر بايز، باختلاف طبعا ان انا بشيل كل ار بيز وبخليها ار 7 بشيل كل في سي سي وبخليها ار في 7 بس في اللوب الاولانيه بس. طيب السؤال بقى هنا، مين في الكونفيجريشنز دي افضل من الثاني ومين احسن واحد؟ الفولتج ديفايدر هو الاجابه على السؤال ده، الفولتج ديفايدر هو احسن واحد، بس السؤال ليه؟ اولا اللي انا عارفه ان الاي سي بيساوي بيتا اي بي، تمام، ده معناه ان الاي سي بيعتمد على بارامتر تاني غير الاي بيز وهو البيتا، والبيتا دي بارامتر اسمه كرنت امبليفيكيشن فاكتور، والكرنت ده او البارامتر ده بيعتمد على التمبريتشر او درجه حراره، درجه الحراره اللي موجود فيها الترانزستور. فبما ان الاي سي ما ينفعش يكون يعني الرينج بتاعه اوبن، لان هو لازم يكون كنترولبل، بحيث ان انا عايزه اخلي الترانزستور يبقى موجود في الاكتيف مود، ان الترانزستور يبقى موجود في الاكتيف مود ده عايز رينج معين للاي سي، فالاي سي ما ينفعش تبقى القيمه بتاعتها بتعتمد على حاجه متغيره، لازم تعتمد على حاجه الرينج بتاعها معروف. فالاي سي بيساوي بيتا اي بي، ده معناه ان الاي سي بتعتمد على البيتا والاي سي بتعتمد على الاي بيز، يعني لو زودت البيتا الاي سي هتزيد. طبعا ده غلط، فاحنا عايزين نخلي الاي سي تعتمد على حاجه ما بتتغيرش بشكل ان كنترولبل، فاحنا عايزين نخلي الاي سي ما تعتمدش على البيتا، لان البيتا اصلا بتعتمد على التمبريتشر، والتمبريتشر ايه؟ حاجه متغيره لا علاقه بالانفايرمنت. ف لو قدرنا نعمل كونفيجريشن بيكون في الكونفيجريشن ده ما بيعتمدش على البيتا، هيبقى هو ده الكونفيجريشن الصح وهو ده الكونفيجريشن الافضل. فالفولتج ديفايدر هو كونفيجريشن نقدر فعلا نخليه ما يعتمدش على البيتا. ازاي؟ دلوقتي لما باجي اجيب بشتغل في الكونفيجريشن ده، الفولتج ديفايدر الاي سي بتتجاب من ايه؟ بتتجاب من الاي سي بيساوي بيتا اي بي، او بتساوي بيتا في 7 ماينس في بي اي على الار 7 زائد بيتا بلس 1 ار اي. تمام، ده لو احنا رجعنا هنلاقي ان هي دي الايكويشن بتاعه الاي سي. طيب هنا في البسط في بيتا وفي المقام بيتا بلس 1، تمام، يعني في الطرف اللي فوق هنا ده في بيتا وتحت في بيتا بلس 1. ايه يعني لو يعني انا دلوقتي لو عايز اطير بيتا مع بيتا بلس 1، ايه الحاجه اللي واقفه قدامي؟ الار 7. الار 7 دي لو لها قيمه لها فاليو ما ينفعش اطير البيتا بلس 1 مع البيتا. طبعا البيتا مع بيتا بلس 1 يعني رقمين قريبين من بعض فعادي، يعني ماثيماتيكال مش هيفرق، او ان انا بطير البيتا مع بيتا بلس 1 كاني بطير البيتا مع بيتا. فدلوقتي لو انا عايز اخلي الاي سي ما فيهاش بيتا، فيبقى انا عايز اطير البيتا مع بيتا بلس 1، هيبقى هتنتج لي في 7 ماينس في بي اي على ار اي. بس السؤال الحاجه اللي مش هتخليني اعمل كده ان انا معايا ار 7، فالكونديشن اللي هيخليني الاي سي ما تعتمدش على البيتا هو ان الار 7 تكون قليله جدا من البيتا بلس 1 ار اي، يعني الار 7 دي لازم تكون قيمه صغيره قوي، بحيث ان انا يعني ما تكونش لها قيمه تاثر، بحيث ان انا لو شلتها من الايكويشن كلها عادي. تمام، فهو فعلا الار 7 في الفولتج ديفايدر بتكون صغيره. ليه بتكون صغيره؟ لان انا اصلا عندي الار 7 عباره عن الايكويفالنت بتاع بارلل ريزيستنس، يعني لما بيكون معايا R1 وR2 الار 7 اكيد بتبقى اقل منهم هما الاثنين،
ده معناه ان انا في الفولتج ديفايدر عندي الار سي فينين بتكون صغيره جدا، وبالتالي الكونفيجريشن اللي بيكون فيه الترانزستور موجود في الفولتج ديفايدر بيميك شور ان الترانزستور موجود في الاكتيف مود من غير ما يتاثر باي حاجه باي اكسترنال تمبريتشر. تمام، يبقى there are external parameters that affect the value of the IC وبالتالي بي affect the transistor to remain in active mode. One of these parameters is the beta، والبيتا هي ال current amplification factor، وطبعا احنا عارفين ان ال IC بيساوي بيتا IB، والبيتا value depends on temperature، قيمة البيتا بتعتمد على temperature. فالبوتش ديفايدر configuration is one is the most preferred biasing configuration، هو افضل واحد من الاربعة دول هو المفضل. ليه؟ لان في البوتش ديفايدر ال IC can be given by the equation دي. وto make the IC not depending on the beta، عشان اخلي ال IC ما تعتمدش على البيتا لازم اخلي ال R7 تبقى صغيرة جدا بحيث ان انا اقدر اريموف البيتا من الدنوميريتور والنوميريتور. خلاص، وفعلا ال R7 اصلا small لان هي الايكوفلنت للبارلل ريزيستنس اللي هي ال R1 وال R2، واي ايكوفلنت ريزيستنس الاثنين بارلل بتكون صغيرة. وبالتالي لو انا خليت وصلت الترانزستور بالفولتج ديفايدر فعلا هيبقى عندي ريزيستنس ايه ال R7 صغير. This will produce stable configurations that makes transistor in active mode without being affected by external temperature. تمام، ده كان طبعا الكونفيجريشنز اللي كانت فاضله في الترانزستور. اتمنى طبعا تكون الكونفيجريشنز واضحه، وهي ببساطه احنا اولا يعني بنحاول نقارن ما بين الكونفيجريشنز، وبنحاول الايكويشنز اللي احنا عملناها اللي احنا طلعناها في الاخر دي يفضل انت ان احنا نعملها بنفسنا بحيث هي سهله، لكن هي هتبقى ممكن تكون مطلوب منك في الامتحان الدريفيشن بتاعها، وممكن تكون انت اصلا من غير ما يطلب منك الدريفيشن مضطر ان انت تعملها او تاخد على انت تبقى عارفها، عشان خاطر لما يجي لك سؤال زي كده تبقى مضطر تعمل الدريفيشن من الاول للاخر تاني. فهو يفضل الدريفيشن ان انت تعملها وتبقى عارفها. تمام.